معايا من موسكو عبر سكايب الدكتور عمرو الديب، استاذ المساعد في معهد العلاقات الدوليه والتاريخ العالمي في جامعه لوباتشيفسكي ومدير مركز خبراء رياليست. دكتور عمرو، مساء الخير. مساء الخير دكتور عمرو، ومساء الخير على السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. اتهام صريح وواضح لبريطانيا بأنها أدارت ونسقت الهجوم على خطي أنابيب نورد ستريم، ماذا يعني هذا التطور من وجهة نظرك؟ هو ليس تطور من وجهة نظر شخصية، هو سياق عام بدأ حتى قبيل الأزمة الأوكرانية. بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأنجلو ساكسون كما يتم ذكرهم هنا أو يتم الإشارة إليهم هنا في روسيا بأنهم وراء كل ما يحدث منذ الحديث عن الضمانات الأمنية وبعد لقاء بوتين وبايدن في يونيو 2021، وحتى الآن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تقود كل ما يدور الآن ضد روسيا، ليس فقط على الجبهة الأوكرانية، ولكن لا ننسى فيما يدور في القوقاز وما يدور أيضا في آسيا الوسطى. عودة بريطانيا لتشكيل السياسة الدولية عودة يتم رصدها منذ فترة طويلة جدا في الداخل الروسي هنا وللمنظرين الروس بشكل خاص. بريطانيا تريد العمل على استعادة دورها الكبير في السياسات الدولية، خصوصا مناطق نفوذها الكلاسيكية، هنا نتحدث عن آسيا الوسطى، وطبعا أخيرا استخدام الأزمة الأوكرانية في التأثير على القوى الروسية، لأن الهدف الأول والأخير دكتور عمرو كما نعلم جميعا بأن الهدف الأول والأخير من ما يدور في أوكرانيا، أوكرانيا كحرب كأزمة منفصلة هي لها يعني لها الكثير من التفاصيل، ولكن عند النظر إلى الأزمة الأوكرانية كنقطة واحدة من النقاط الساخنة العديدة حول الاتحاد الروسي وحول حدوده الجغرافية أو حتى حدوده الأمنية، كل هذه النقاط الساخنة تصب أو تتجه إلى اتجاه واحد فقط، إضعاف روسيا، تشتيت انتباه روسيا، عدم السماح لروسيا بالاستعداد والراحة، لأن الراحة هم رأوا هذه الراحة في أول 7 سنوات في الألفية الجديدة عندما أسعار النفط، وعندما لم تدخل روسيا في أي حروب سوى ما فيها الشيشان وما إلى ذلك، استعادت روسيا دورها بشكل واضح، ولذلك رأينا مثلا طلبات روسيا عام 2007 في مؤتمر ميونخ للأمن بأن يجب أن يكون العالم متعدد الأقطاب، لذلك هم يعملون بشكل أو بآخر على تشتيت انتباه. فالاتهام الروسي لبريطانيا اتهام معروف مفهوم، ولكن هناك مشكلة كبيرة جدا هي أن القوى العظمى لا يمكن أن تكسب في مواجهة بعضهم البعض، الاتهامات متبادلة ولكن لا أحد يستطيع الإثبات، وحتى إذا تم الإثبات لا أحد يستطيع فعل شيء للآخر. يعني إذا ما طبعا تم اتهام روسيا مثلا في مجازر في أوكرانيا، تم ذلك من قبل الغرب، ماذا فعل الغرب؟ لم يستطع فعل شيء. أيضا يتم إثبات العنصر البريطاني الأمريكي في تفجيرات نورد ستريم أو في هجوم سبتوبل، ماذا سيحدث؟ لم يحدث أي شيء سوى مثلا خروج روسيا من صفقة الحبوب كما رأينا، وهذا أقصى ما يمكن أن تفعله روسيا في هذا التوقيت. أيضا هناك اتهامات، هذه المرة مش من لندن، من واشنطن، البيت الأبيض بيقول أنه في تقارير تشير إلى نقل صواريخ فرط صوتية من روسيا إلى بيلاروسيا، كيف تتعامل موسكو مع هذا الاتهام؟ وهل بالفعل هناك نية لما يمكن تسميته تنشيط جبهة بيلاروسيا؟ جبهة بيلاروسيا أو الحكومة أو الإدارة البيلاروسية نفسها لا تريد الانخراط في ذلك، وحافظت الفترة الماضية على عدم الانخراط في أي أمور تخص الأزمة الأوكرانية، حتى حاولت أن تكون طرف وسيط في بعض الأوقات ولكن لم تستطع بسبب أمور كثيرة طبعا أهمها شخصي أو شخص الرئيس البيلاروسي. مسألة تنشيط جبهة بيلاروسيا هي ليس فيها تنشيط أبدا، دولة بيلاروسيا للعلم للجميع أن يعلم أن تشترك مع روسيا في دولة تسمى دولة الاتحاد، وتم خلال العامين السابقين تنشيط العديد من بروتوكولات التعاون بين الحكومتين، الحكومة الروسية والحكومة البيلاروسية، ومن أهم البروتوكولات هي بروتوكولات الدفاع المشترك. فما يتم داخل بيلاروسيا وتحركات عسكرية روسية، تحريك صواريخ من عدمه، أمور كلها
تسير في سياق أن هاتين الدولتين تمتلكان بروتوكولات تعاون، تمتلكان اتفاقيات تعاون أهمها الدفاع المشترك، فهذا أمر طبيعي. ونرجع للنقطة الأساسية، ماذا يمكن أن تفعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ ماذا يمكن أن يفعل الناتو؟ لن يستطيعوا فعل الشيء لأننا، ولكن هم يفعلون يا دكتور عمرو الآن، يعني أطالوا أمد الحرب باعتراف القادة الروس بمن فيهم حتى الرئيس بوتين، إطالة أمد الحرب هو في استنزاف للجانب الروسي. بلا شك، بلا شك في استنزاف للجانب الروسي، ولكن لا ننسى تصريح فلاديمير بوتين بنفسه بأنه لن يسمح بتكرار سيناريو الاتحاد السوفيتي مع الحرب في أفغانستان، ويقصد ذلك لن يسمح بذلك. روسيا تعلم تماما، والقيادة الروسية كما نرى وكما نحسب تعلم تماما خط الخطر الحقيقي لهيكل الدولة، لكيان الدولة الروسية. هذا ما يدور يعني في الأزمة الأوكرانية أو غيرها وبحر البلطيق وكل ما يدور في هذه المنطقة حتى الآن لم يصل إلى الخط الأحمر، حتى وإن كان هناك هجوم عسكري على مناطق تعتبر روسية طبقا لعمليات الضم الأخيرة، ولكن روسيا حتى الآن بما أنها تحارب ليست أوكرانيا ولكن تحارب دول الناتو وفي أكل أوكرانيا، فهناك حسابات أخرى، لا يجب علينا أن نحمل الأمور أكثر ما هي يمكن أن نحملها. لذلك روسيا ترى أن الأمور بعيدة حتى الآن عن مسألة الخط الأحمر الحقيقي. تحدثوا كثيرا عن الخطوط الحمراء، ولكن الخط الأحمر الحقيقي لكيان الدولة الروسية ووجود الدولة الروسية ما زال بعيدا، ولذلك نرى شد وجذب، نرى محاولات تفاوض، نرى انسحاب من هنا وتقدم هناك وما إلى هذه الأمور، يعني نجد شد وجذب، ولكن كل هذا في النطاق المسموح به. لذلك عندما تصل الأمور لأمر خطير مباشرة نجد اتصال وزير الدفاع الروسي بوزير الدفاع الأمريكي مرتان، لما تصل الأمور إلى خطوط معينة نجد أن هناك بالفعل أن يكون تنشيط الاتصال العسكري أو التنسيق العسكري الذي لا يسمح بانفلات الأمور من اليد. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التحليلات الدكتور عمرو الديب، الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية من موسكو.